نهر دجلة أحد شرايين العراق المائية، مضرب المثل في العطاء والندرة، في الخضرة والخير. نهر يهيم بحسنه من لم يهم، ويجيد فيه الشعر من لم يشعره، أليس كذلك؟ لكنه لم يعد كذلك، لم يعد كما وصفه الشعراء. الفيديو هو الوصف الأدق للنهر، لأنه يعرض شابا يركض وسط دجلة دون أن تغمره المياه. في وسط نهر دجلة، هذا جسر الجمهوري. وين المي؟ المي وينه؟ بعد المي، المي وينه؟ يا صيادين شو الصيدون؟ النهر جاف. هناك فيديو آخر يظهر سائق مركب يسير وسط بحيرة حمرين بعد جفاف مياهها في محافظة ديالى المحادية لإيران. وإن شاء الله نشوف هاي البحيرة مثل ما كانت تزور، بالأسماك وبالزوارق. والله احنا من نفوت منها كأنها مرحلة مستر بالبحر الأبيض المتوسط. هسه بالضبط نص البحيره، يعني هسه بنص البحيره، يعني لو نفترض بها ميه هسه غرقانين مو؟ سياره صغيرونه شو راح تدبرها بهاي النقر؟ ما ادري. هذه بحيره حمرين بدنا نمشي بنصها بالضبط. العراقيون تفاعلوا مع هذا الموضوع عبر هذا الهاشتاج، ترون هذه اللافته مكتوب بها عراق بلا رافدين، وكانت بلاد الرافدين. من بعض ردود الفعل على هذا الموضوع لنا تقول أسئلة وجودية، هو عادي نهر الدجلة هيك جاف؟ زين راح يجي يوم نشتري حتى ماء الإسالة مثل ما نشتري ماء الشرب؟ زين لش وقت هالشعب نايم؟ شي يصير به بعد حتى يصحى؟ يقول لك غيث يقول العراق أمام كارثة زراعية وحياتية بسبب مشاريع تركيا وإيران على الأنهار، حيث قطعت هذه المشاريع القسم الأكبر من مياه نهري دجلة والفرات والأنهار الأخرى التي تتجاوز نسبتها 70% من الثروة المائية العراقية، والحكومة العراقية عاجزة عن فعل شيء، وأقوى ردودها الاحتجاج. تحتج محمد يقول أكو لعبة بالموضوع، واللي يريد يتأكد من وفرة المياه خلي يروح للمتنبي أو لأي مكان على الشط ويتأكد بنفسه. إذا المي هيك ناصي، فشلون العبارات والزوارق دا يفترون بالمي وحتى على حواف النهر؟ ليث يقول ما عندنا لا وزارة خارجية ولا وزارة موارد مائية، والتنسيق مع الجانب التركي يحتاج خبراء وحكومة وطنية تفكر بالبلد. جيتوا على ظهر الدبابات وتريدون تعمرون بلد؟ مستشار وزارة الموارد المائية عون ذياب يقول لك أنا انخفاض مناسيب نهر دجلة يتوافق مع احتياجاتي ري المناطق الزراعية وموسم الحصاد، وموارد العراق المائية كلها من تركيا وإيران. يمر في بغداد أكثر من 400 متر مكعب في الثانية. إحنا ننطي الحد الأدنى حاليا بسبب الاستفادة من المياه بخزنها في سدودنا وخزاناتنا. نعم. لأن حاليا ما نحتاج، حاليا موسم حصاد مع الجارة تركيا. طيب أكو تفاهمات واحتمال أكو وفد راح يجي قريبا للعراق. مع الأسف مع الجارة إيران كانت هناك مشكلة، الواقع أنه تم تحويل مجاري الأنهر في منطقة ديالى بالضبط ومجموعة أنهر جنوب سد دربنديخان أو شمال سد حمرين، يعني اللي يغذي سد حمرين، انقطعت بالكامل. ينضم إلي عبر خدمة سكايب من السليمانية رئيس جمعية حماة دجلة علي الكرخي، مرحبا بك. المشكلة يعني فهمناها أن تركيا تبني الكثير من السدود على الفرات، وبالنسبة لإيران تحول المجاري الفرعية لأنهارها لكي لا تصب في دجلة أو الفرات. لماذا لا يتم الاحتجاج دوليا بهذا الموضوع؟ أحمد، بالحقيقة الفيديو اللي أنت تعرضه
احنا عيوننا تكذب، واللي والمشاهد اللي نشوفها بشكل مباشر على النهر مو صحيحه، فقط تصريح الوزاره والدوله العراقيه هو صحيح، تصريحهم بانه الماء جاري بشكل مستمر في بغداد بنهر دجله ووصولا الى الجنوب، ليش ما نحتج دوليا وليش ما نحتكم الى الوساطات الدوليه؟ لانه ملف المفاوضات المائيه مع دول الجوار تدخل بمصالح سياسية ومصالح عسكرية مع تركيا في شمال العراق ومصالح اقتصادية كذلك، وهو الوضع الأكبر لهذا. طيب انخفاض مستوى المياه في سرير النهر إلى هذا الحد، هل هو انخفاض مؤقت ومتى ستعود يعني المياه إلى سابق عهدها ومستواها الطبيعي؟ والانخفاض مؤقت نعم، لانه احنا بدينا ندخل الان بموسم الشحه لانه الصيف قادم، ولكن هذا وضع غير مستدام، لا يمكن لبلد ان يعيش بفتره اكو موسم الصيف ماكو مي وموسم الشتاء اكو مي، هذا مو واقع مستدام. اضف الى ذلك ترى انت الفيديو اللي اذا تعرضه هذا في بغداد، من يقول لك جسر الجمهوريه يعني في بغداد. وماذا عن الفيديو الاخر في ديالى؟ البصرة محافظات كاملة ومن الفرات الأوسط إلى الجنوب عطشة، كل ما بيها من ماء هو ماء ملوث مع الصرف الصحي والمجاري والبزل من الأراضي الزراعية. السيد عون ذياب الشخصية المحترمة نقدره ونحترمه، لكن هو يحكي بلسان حال الواقع، يقول أنه حاليا احنا ما نحتاج ماء لانه هو موسم حصاد مو موسم زراعه. صحيح موسم حصاد، لكن هو انت حضرتك احمد استخدام الماء فقط للزراعه؟ هل اكو بلد ما يستخدم الماء فقط بس للزراعه؟ السيد ما قال عون ما قال شيء خطا، بس ما قال كل الوضع، كل الموقف، كل الحقيقه. نحن نستخدم الخزين الاستراتيجي، السيد من دي يذكر انه الماء نوفر بالخزانات، هذا حقيقي. طيب ولكن إذا كان الماء هو لكل شعب، هو مسألة يعني لا يمكن المساومة عليها، لماذا لا تفعل مثل ما فعلت مصر أن تذهب إلى مجلس الأمن الدولي؟ مجلس الأمن الدولي ربما يصل بكم بين هذه الدول والعراق إلى اتفاق، لأن يعني المسألة كما قالت مصر مسألة حياة أو موت. إيه هذا بحال أكو إرادة ورغبة وطنية حقيقية بانتزاع حقوق العراق وليس ما ليس حق. احنا عندنا حقوق، لو كان اكو اراده وطنيه ان نفعل هذا كان رحنا بهذا الاتجاه وكان اجرينا اي مستوى من مستويات التصعيد، ولكن للان يبدو انه المصالح والمساومات والملفات الثانويه دون ملف المياه هي الحاكم. كل الشكر لك. الملف المائي، واقصد اني مثل ما قلت سياسه عسكريه، ملف عسكري واقتصادي. كل الشكر لك عبر خدمه سكايب من السليمانيه رئيس جمعيه حماة دجله علي الكرخي. شكرا لمشاهدتك تريندينج، سنسعد باشتراكك بالقناه وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها.